توفى شاب آخر بمارسيليا إثر إصابته برصاص مطاطي بفرنسا. وحسب وسائل إعلام فرنسية، فمجموعة من أحداث الشغب والنهب وقعت في هذه المنطقة ليلا، دون أن يكون من الممكن تحديد ما إذا كان الضحية قد شارك فيها أو لا. وحسب نفس المصدر، فالإصابة أدت إلى سكتة قلبية عجلت بوفاة هذا الشاب. ووضحت المصادر على أنه تم فتح تحقيق قضائي حول توجيه ضربات قاتلة باستخدام سلاح لهذا الشاب. واندلعت أعمال عنف في المدن الفرنسية بالضبط يوم 27 يونيو بعد وفاة شاب نائل على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري بضواحي باريس. مباشرة بعد مقتل شاب نائل على يد الشرطة الفرنسية، اندلعت أعمال عنف مختلف في المدن الفرنسية.